بنات. احنا اتكلمنا عن الولاد كتير، واتكلمنا على العادة السرية عند الاولاد، واتكلمنا على افرازات الاولاد والالتهابات، والنهاردة بنتكلم على البنات. يا ترى ليه بنتكلم على البنات؟ لانه يعني ربنا يسامحني، في اسر كتير بتهمل بناتها، وبتخلي المناطق ما بين الفخذين وتحت الثديين مناطق ملتهبة جدا، وبتقلب بخراريج، وبتقلب بأمراض خطيرة. أنا جاني العيادة بنات كتير عندها التهابات تحت الثدي، وعاملة يعني عاملة خراريج تحت الثدي، وعاملة مشاكل، وقد يمتد ده إلى الثدي، وقد يمتد إلى تحت الإبط. وتروح معهد الأورام أو تروح مستشفى الأورام، يقول لها ناخد عينة ونقطع الثدي، وكل ده بسبب عدم النظافة ما بين الثديين أو تحت الثديين. نفس الكلام بالنسبة للنظافة بين الرجلين. احنا عندنا خصال اسمها خصال الفطرة، اللي هي إزالة شعر الإبط والعانة، وقص الأظافر، وغسل الأسنان بالمسواك أو المعجون، وتنظيف الشعر، وعندنا الختان، الختان والاستحداد ونتف الإبط وجز الشارب وحلق العانة. ده حديث صحيح والأمة كلها مجمعة عليه، لازم ننظف نفسنا. المشكلة ان احنا عندنا عناوين غريبه النهارده. العنوان الاول بيقول لك يعني انه منطقه الرحم دي منطقه غنيه بالبكتيريا والفطريات، ولازم نحافظ عليها وننشفها باستمرار. لو سبتها يعني فيها افرازات هتجيب امراض اكتر، ولو لبست عليها هدوم ضيقه او يعني سبتها هتجيب امراض اكتر. هنشوف الافلام دلوقتي على منطقه الرحم دي هي غنيه بانهي بكتيريا. النقطة الثانية اللي هي حمالة الصدر، يعني الحمالات أو بنقول عليها حمالة الثدي، دي ممكن تعمل حساسية والتهابات وفطريات، وممكن توصل للسرطان. خلي بالك من الحكاية دي. هنبص برضو إيه الأفلام اللي معانا بالموضوع ده. في كلام تاني بيتكلم على إن إزالة شعر الإبط والعانة قبل الجواز ممنوع، وإنه لو شلته ممكن يتقل وكذا. الكلام ده خرافة، وهنقول لازم يتشال ليه؟ لان هو لو ما اتشالش يبقى لنا 100 مصيبه. ونشوف الامراض دلوقتي، هنشوف الامراض الناتجه عن ترك شعر الابط والعانه من غير ما تشيل. بعد كده عندنا انه لو كانت المراه مصابه بمرض منقول جنسيا لا يظهر على الجلد، لا يظهر على الجلد، وهو الجنسيه اللي بتظهر على الجلد. واحنا كنا بنتكلم مع فريق الاعداد بيقول انه ممكن واحد يبقى عنده التهابات ما بين رجليه مثلا، او واحدة عندها التهابات سلوخات، ما ممكن ده يكون تشابه مع المرض الجنسي. خلي بالك الكلام ده يعني ما يرضيش ربنا. هو هناك فرق ما بين مرض منقول جنسيا، يعني زوج له علاقات فنقل المرض لزوجته، او العكس الزوجة لها علاقات جابت مرض جنسي لزوجها. خلي بالك ده موجود، ومش عايز اقول يعني احنا كل يوم في العيادة عندنا حالات من الحالات دي، بس هو لو الزوج عنده عدوى هينقلها للزوجة، بيقول لها دي تسلخات، دي التهابات، ده ما فيش حاجة. بس طبعا الزوجة بتصوت وتعيط وتلف على الدكاترة. مش عايز اقول لك يعني النهاردة يعني جالي واحدة لفت على 10 اطباء، جايبة حوالي 20 نوع من الكريم والمرهم، حطت كل الانواع قدامي بتدهن منها كلها، ما فيش ولا حاجة بتجيب نتيجة. زي ما بقول لكم ان في بعض الامراض، زي واحدة عندها السكر عادي، السكر عالي عندها حمى، فهي عشان عندها حمى والسكر عالي ما قالتش للناس اللي هي معاهم ان معاها عندها السكر، مكسوفه تقول انا عندي سكر. فهي كانت حلويات فاتنقلت للمستشفى عندها سخونيه، ادوها خفض حراره ما بتنزلش، مضاد حيوي وخفض حراره، قعدوا من الساعه 10 بالليل ل 10 الصبح، الاخر عملوا عين السكر لقوا السكر فوق 600، ادوا انسولين الحراره نزلت والدنيا بقت كويسه. يبقى مش كل واحد عنده ارتفاع حراره، مش كل واحد عنده سخونيه تدي له خفض حراره، مش كل واحد عنده التهابات في الجلد هتدي له كريم. يعني خلي بالك بس، يعني الموضوع محتاج ان انت تعرف ده مرض جاي ازاي. وهقول لك انا كل مرض له علاج ايه، ده علاج من جوه مش من بره. وانا دايما بقول يا جماعه علاج الامراض الجلديه من الداخل قبل الخارج، يعني ممكن استخدم حاجه ملطفه لكن العلاج الاساسي من داخل الجسم. طيب بص كده، واحنا بنتكلم على النظافه الشخصيه للبنات بيقول لي ان النساء اكثر عاطفيه ودراماتيكيه. الحقيقه انه يعني انا كدكتور جوده ضد الكلام ده، بدليل ان الرجل هو الاكثر عاطفيه لسبب، هو اللي بيلح، وهو لو اترفض بيزعل، وهو اللي بيروح تاني، هو اللي بيسافر عشان يجيب مهر، وهو يعني كده.
لكن هذا لا ينفي ان بعض البنات عندها عاطفه كويسه. بس هل العاطفه عند الرجل عاطفه ايجابيه؟ يعني عاطفه معاها مصاريف وفرح وشقه وعفش وكده، عاطفه ايجابيه، ولا عاطفه حبيبه؟ يعني انا بحبه وبس. الحب ده مسؤوليه، يعني الحب مسؤوليه. ال- 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 الراجل لو فشل في حب يقدر يعوض في حب تاني. ساعات البنت لما بتفشل في حب بيجي لها حاجه اسمها سيستميك لوبس او الذئبه الحمراء، والذئبه الحمراء ده مرض الفشل في الجواز والحب والتعليم، ده اسمه مرض الفشل. لكن عموما مين الاكثر عاطفيه؟ مين الاكثر عاطفيه؟ ده ربنا يحدد. نعم. هل يا دكتور اصابه الستات بالامراض المناعيه اكتر ده دليل ان العاطفه عندهم اكتر او حاجه عشان كده بيقال كده؟ لا، اصابه النساء بالامراض المناعيه اكتر، يعني نسبه اصابه السيستميك لوبس او الذئبه الحمراء في البنات الى الشباب 20 الى 1. يعني كل 20 امراه هتلاقي قدامهم راجل واحد. طب ليه؟ لان الراجل ممكن يتغلب على حزنه ويخرج ويشتغل ويسافر وينسى الموضوع. لكن في غالب الاحيان البنت بتقعد تتفرغ للحزن وتجتر الاحزان وتحزن وتحزن، زي الروماتويد. يعني اغلب الروماتويد ستات، لان ده مرض حزن. وانا دايما بقول ان الامراض المناعيه هي امراض نفسيه، خلاص. فيبقى اللي بيقدر يخرج من احزانه ويقدر يغير نفسه ويشتغل ويعوض، وحب ضاع نجيب حب تاني، ها يعني يلا بقى ان شاء الله يودعنا، وراح حبيب يجي حبيب، والتاني يجي يقعد على رجلنا، واللي يجي على رجلنا يكسب حبنا، كلام لهبل. ده طبعا ما ينفعش. هو استبدال زوج مكان زوج دي قضيه كبيره، وعلشان راجل يعني ينسى حب ويبدا حب جديد مساله صعبه، يعني ده ابتلاء. طيب نرجع نقول، هل يحتاج الرجال والنساء الى مستوى متساوي من النوم؟ مساله حاجه الانسان الى النوم تساوي مقدار عمله بالنهار، رجل او امراه. عندنا الراجل اللي بيشتغل من الساعه 6 7 لغايه 6 7 بيشتغل 12 ساعه، يبقى محتاج ينام كام؟ 12 ساعه. وانا دايما اقول لك ساعات النوم لازم تساوي ساعات العمل، خلاص. طيب لو انا امراه قاعده في البيت يا دوبك بذاكر لاولادي، برتب البيت كذا، بنام 5 6 ساعات واقوم، ممكن انام ساعات اقل، خلاص. لكن يوم 2 3 وبعدين نفسي تغلبني فلازم انام اعوض. في حاجه اسمها سلف النوم. يعني ايه سلف النوم؟ انت محتاج على الاقل كل يوم 8 ساعات نوم، رجل وامراه. ركز في الحته دي. 8 ساعات نوم. انا النهارده نمت 6، بكره نمت 5، بعد نمت 4. كل يوم انت مستلف 3 ساعات، ساعتين، تيجي يوم تنام 24 ساعه. طب ليه؟ انت مستلف الايام اللي فاتت، جسمك لازم يتعوض، الهرمونات لازم تتجدد، الخلايا، الناس مش فاهمه يعني ايه تجديد خلايا. زي اللي جاي لي عنده التهابات في اللسان يقول التهابات دائمه، مفيش دائمه. الجهاز الهضمي من الفم الى الشرج سريع التجدد، سريع التجدد، بيجدد خلايا باستمرار، بس بشرط تديله فرصه يتجدد. لكن قرح دائمه في القولون والمعده وتستمر، لا، يبقى الاسباب مستمره، انت اللي مش عاوز تتعالج. يبقى لو القرح مستمره يبقى اسبابها مستمره، تدخين وقلق وسهر ومسبكات ومواد حفظ، انت اللي مبوظ نفسك.